عبد المنعم زعنوني، مؤسس ومنشئ برنامج فولزانو سبورت كرة القدم بالموسيقى. هو برنامج رياضي متكامل كتخدم رياضة كرة القدم عن طريق الموسيقى، حركات ومهارات وتقنيات ديال كرة القدم اللي وظفناهم عن طريق الموسيقى. هذا البرنامج هو كيندرج في المجال ديال الايروبيك فيتنس. الفكره كيفاش جات من بعد تجربه ديال 20 سنه كلاعب كرة القدم، من بعد ما كنت محترف في رياضة كرة القدم كلاعب في شباب مسيرة وعدة أندية وطنية، فقررت أنني نتجه إلى برنامج إلى تدريب، وخديت واحد التجربة اللي كبيرة. خديت من بعد ما خديت شواهد تدريبية في المجال ديال الأيروبيك فيتنس، اشتغلت في عدة أندية مغربية وكذلك دولية في المملكة العربية السعودية كمدرب لياقة البدنية. من بعد واحد تجربة كبيرة ديال لمدة 20 سنة، قررت أنني ندير واحد البرنامج رياضي خاص مغربي اللي غادي يكون يعني يحقق واحد النجاح اللي كبير. ففكرت أنني يكون شي برنامج مغربي، خديت الانسبيراسيون من برنامج ديال زومبا وليسميلز، وخديت واحد التجربة من عندهم، وقلت علاش لي ما يكونش شي برنامج مختلف تماما عن البرامج اللي عندهم. وبالفعل الحمد لله بعد التجربه داك اللي دوزت انايا، قلت علاش ما يكونش برنامج كره القدم حركات ديالو نوظفهم عن طريق الموسيقى في مجال الايروبيك فيتنس. ف الحمد لله جربت هذيك الفكره وجاتني يعني مزيانه، وبديت فيها، قديت لها الاوراق ديالها كلشي حتى من الملكيه الفكريه وكلشي. فالحمد لله عجبت الناس وعطات واحد النجاح اللي كبير بزاف، عرفوها امريكا، عرفوها جنوب افريقيا، عرفوها مجموعه من الدول. اللي كنتمناه ان شاء الله اكثر وهو نكون نحضر في التظاهرات الرياضيه العالميه. علاش؟ باش القميص المنتخب الوطني يكون حاضر في المحافل ديال الترفيه وديال الافتتاح وديال بزاف ديال الاختتام ديال التظاهرات الرياضيه، باش هكا كنزيدو نسوقوا البرنامج ديال فولزانو اللي هي كره قدم بالموسيقى، وكنعطيو فيها واحد الصوره ايجابيه للبلاد ديالنا، وفي نفس الوقت كنعطيو واحد التسويق اللي اكبر واكبر. وممكن يكون التسويق اللي عالمي بحضور مثلا لاعبين عالميين يمارسوا هاد كرة القدم بالموسيقى، لان غتجيها داك الناس اللي غاديين يمارسوها غتجيهم واحد الحاجه اللي جديده وباقا فياغج، اللي ما عمرها ما دارت في العالم، والحمد لله مغربي هو اللي دارها. دونك اللي كنتمناه هو هاد البرنامج يكون حاضر في المحافل الدوليه، وكذلك يكون حاضر في جميع المباريات، باش هكا نزيدو نوثقوا ان البرنامج يكون مغربي 100%، وتا واحد ما انه يسرق الفكره ولا شي حاجه.